كم يفضل يقدم مفردات اللغة في مجال الأحذية؟ هل تعلم عن جميع المنتجات داخل المحل؟ دعنا نتطرق إلى ذلك. دعنا نرى المنتجات الأكثر مبيعاً ونراجعهم واحدة تلو الأخرى. سوف نبدأ بالأحذية. شرح مكونات الحذاء. فامب الجزء الأمامي، ليسز الأربطة، فيسنج الوجهات الجانبية الأمامية، تونغ اللسان، توب لاين من خلق قدر في الكعب، كوتا الجوانب، الأوتش والنعل. بوتشو الحذاء القالب التقليدي، سنيكر الحذاء الرياضي، موكازينز أحذية بدون كعب، مونك أحذية تقليدية بأحذية ممسوكة من الأمام، إسباترل أحذية القماش، لوفر أحذية كلاسيكية بكعب بطاط، أنكل بوتس حذاء برقبة قصيرة، ويتش حذاء بكعب طويل وعريض، بالارينا الأحذية النسائية المسطحة، بامب حذاء بكعب عالي وسميك، ساندل وهو الصندل المتعارف عليه، أنكل بوت حذاء برقبة طويلة فوق الكاحل، هاي هيل حذاء نسائي الكعب عالي، رين بوت حذاء برقبة فوق الكاحل لحماية من المطر. هيا نرى الخامات المستخدمة في صناعة تلك الأحذية. سيتم الشرح من الجانب الأيسر الأيمن. شموان سميك جلد معالج بالأحجار، جلد مثل الجلد الطبيعي مغطى بالشمع أو الزيت، قماش قوي وسميك، شموان خفيف، جلد طبيعي مغطى بطبقة لمعان. رابر وهو النعل المطاط، بيو خليط كيميائي من الدروثين يعطي قوة ومتانة، تونيك النعل مغطى بطبقة من المطاط داخل وخارج الحذاء، ليذر نعل مصنوع من الجلد. سيتم شرح هذه العلامات من الجانب الأيسر الأيمن. ليذر الجلد، أطر مدينة الخامات أخرى، كتلة مغطى الجلد، تكستايل قماش أو نسيج. هذه هي تحويلات المقاصد من المقاصد الإنجليزي أو البريطاني الأسترالي الأمريكي والأوروبي. نحن نتأكد الآن أنك قد تزيد من معلومات المنتج للمزيد من الفيديوهات يلقى الاتصال بهذه العلامة. وشكرا.